وخلال مشاركة سعادة السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى في اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، أكد سعادته على ما تضمنته كلمة معالي رئيس مجلس الشورى من إبراز لجهود مملكة البحرين في هذا الملف الهام، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية ومحوريتها. معالي رئيس المجلس ألقى كلمة مجلس الشورى والتي بيّن فيها ابتداء جهود مملكة البحرين في هذا الملف الهام، وهذا الملف في هذه الدورة تحدث عن أمن الذكاء الاصطناعي. لم يغيب كذلك عن المؤتمر موضوع القضية الفلسطينية. معالي رئيس مجلس الشورى تحدث عن موقف مملكة البحرين وأكد على محورية هذه القضية. شهد هذا المؤتمر كذلك حدث هام جدا، وهو التكريم الأول لمسؤول عربي غير برلماني، ومنح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسام الريادة في مجال التنمية. طبعا حضر هذا المؤتمر يعني مجموعة كبيرة من رؤساء البرلمانات العربية، وكانوا حريصين على أن يتواجدون، وذلك لأهمية المؤتمر، وكذلك أعتقد أهمية يعني موضوع القضية الفلسطينية، والتي يعني شهد المؤتمر وإن كان يتحدث عن موضوع أو جانب فني، ولكن شهدت القضية الفلسطينية أو كانت أيضا قضية محورية كما هو العادة في هذه المؤتمرات العربية. المتحدثون كذلك أكدوا على أهمية التضامن العربي، تحدثوا كذلك عن أهمية تعزيز الجهود العربية خاصة وأن المنطقة العربية والعالم يمر بمتغيرات كبيرة. المتحدثون كذلك تحدثوا عن أهمية القمة القادمة والتي ستعقد في مملكة البحرين برئاسة سيدي حضرة صاحب الجلالة، وتمنوا لمملكة البحرين النجاح والتوفيق فيها، وأكدوا دعمهم لكافة الجهود التي قامت بها مملكة البحرين سواء في دعم القضية الفلسطينية أو في مجال التضامن العربي.